هي الطائرة قادمة. أحب قضاء الوقت معك يا جدتي، لا تسمح لي أمي بتناول الطعام غير الصحي. لا تكن سخيفاً. أو المزيد؟ جدتي لا أشعر أنني بخير. أين ذهب؟ ماذا يحدث؟ لا تنظري إلي. أوه، لقد أتيتما. حان وقت تحدي تحضير الطعام. هيا يا بني. هيا، ولد مهذب، يمكنك تناول كل الحلوى التي تريدها. شكرا يا جدتي، أنت رائعة. لدي خطة التحدي التالية، حضرا لي شطيرة. أريد فقط بعض الحلوى. سنحتاج إلى خبز، هل نظرت إلى هذا؟ جيد، هذا خبز. لدي فكرة، سأكتب هنا رسالة سرية، ستكون لجيرد فقط. تحضر أمي شطائري عادة. حسناً، لن يحمص الخبز نفسه بنفسه، لكنني مستعدة دائماً لنحمص. والآن سأنتظر، سأستمع إلى بعض الموسيقى. ها مهلاً، الحلوى، إنها الحل لكل شيء. من قال إن الشطيرة لا يمكن أن تكون حلوى؟ سأضع الحلوى على قطعة الخبز على شكل صفوف، سأرتبها وفقاً للونها، ثم سأحتاج إلى بعض الجبن، سأبشره فوق الحلوى. أريد الكثير من الجبن. والآن سأضع شريحة خبز أخرى فوقها وأضع بعض الشراب، سأصنع وجهاً مبتسماً. لقد سهلت الحقنة مهمتي، هذه شطيرة سعيدة. وحان وقت خبزها، لدي مقلاة ساخنة، سأنتظر حتى يصبح الخبز ذهبي اللون. أعتقد أنها جاهزة. واو، انظروا إليها، إنها لوحة فنية. واو، تبدو لذيذة يا بني. خبزي المحمص ساخن ساخن ساخن. ها، انظروا إلي، كنت مشغولة في الاستماع إلى هذه الموسيقى الصاخبة، لقد دمرت. واو جدتي، أنا على يقين بأنك ستفوزين في الجولة التالية. لقد انتهى الوقت. هذا ليس أفضل ما يمكنني فعله. أوه، أرى أنكما اتبعتما أسلوبين مختلفين. على الأقل شطيرة جيرت صالحة للأكل، سأتحقق من هذه الشطيرة المليئة بالجبن. واو، إنها مدهشة، أنا متحمس لتذوقها. أوه أجل، إنها شهية. ها، أريد المزيد. جيرت، أنت طباخ ماهر. والآن سأنتقل إلى شطيرة الجادة. أوه، رسالة لطيفة. وأنت كذلك أيتها الجادة. أسناني، ما الذي فعلته لأستحق هذا؟ لا يمكنني تناول هذه الشطيرة. عذرا أيتها الجدة، جيرد هو الفائز. هذا رائع. أوه، كوب شاي لذيذ. مرحبا. آسفة، هل تريد كوبا من الشاي؟ مهلا، سأحضر لك واحدا، إنه مخمر حديثا، أعتقد أنه سينال إعجابك. أنت تعلمين أننا في تحدي، لكن يبدو هذا شهيا. إنه دافئ، يعجبني كثيرا. شكرا أيتها الجدة، هل نواصل؟ حان وقت تحضير النودلز. هذا ما أريده، أنا من عشاق الرامن. لست من محبيه، يشبه خيوط الصوف التي أستخدمها للخياطة. هل هو مقرمش قليلا؟ سأحتاج إلى وعاء، سأضع الرامن بداخله وأضيف الماء. أو سأستخدم هذا. لا تتصرف بوقاحة وإلا سأخبر أمك، وكأنني أخافها. ها هو الماء، لقد انتهيت من استخدام الغلاية. شكرا يا جدتي، لدي مكون سري، سأضيف القليل من ملون الطعام إلى الوعاء. وداعا للنودلز العادية، أعتقد أن هذا كاف، يجب أن أخلطه جيدا. أو انظروا إلى هذا اللون، أنا عبقري. أعتقد أنها جاهزة، سأضعها في الطبق وأفعل الشيء ذاته باستخدام ألوان مختلفة. يا له من طبق ملون، يبدو أنه علي تحسين مستواي، لكن ليس لدي وعاء. لدي فكرة، سأضعها في الغلاية ثم سأسلقها. يا لها من طريقة سهلة لتحضير النودلز. إنها جاهزة. رائحتها طيبة، سألتقطها كلها. حصلت على نودلز شهية، ربما علي تحضير هذا الطبق دائما. أحسنت صنعا، لكن أنا من يستحق الفوز في هذه الجولة. لقد بذلت قصارى جهدي. طبقان جميلان، أنا من عشاق النودلز، سأبدأ تناول الطعام. سأجرب طبق الجدة أولاً، يبدو أنها مسلوقة. إنها لذيذة وطرية، إنها مذهلة. سأنتقل إلى نودلز جيرد، سأحرص على تناول القليل من كل لون، هذا مثير حقاً. يا إلهي، وكأن حفلاً في فمي. صديقي جيرد، أنت الفائز، أنا الأفضل. اشرب الشاي وتناول المارشميلو. شكراً يا جدتي. ما الذي يفعله؟ لازلت جائعا، أريد منكما تحضير طبق من البيض. هذا رائع،
واو، لا أمل هذا أبداً. يجب أن يريني كيف يتم هذا. ربما علي تقليد جدتي. ركز يا جارد. لا تقلقي، لدي الحل. مرحباً، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أوه، هذا سريع. انظروا إلى الحيوان اللطيف. وينك وينك. هذا ما أحتاج إليه. سأكسر هذه البيضة. حسناً يا صغيري، انطلق. سأستخدم هذا الحيوان اللطيف لشفط صفار البيضة. كان ذلك رائعاً. ها هو الصفار. والآن أنا بحاجة إلى مقلاة. سأضع الصفار في المقلاة. لا يزال قطعة واحدة. أحسنت صنعاً يا صغيري. ثم سأرفع الحرارة. لقد بدأ الصفار ينضج. أعطيني قبلة. أوه، هذا مؤلم. هاي جدتي، ماذا تفعلين؟ راقب وتعلم. سأضرب البيضة باستخدام هذه الملعقة. ثم أكسر القشرة. هذا أسهل جزء. والآن علي الإمساك بالصفار. أعمل ألا ينقسم. إنه شديد الانزلاق. حسناً، أصبح هذا مزعجاً. لما هذا صعب جداً؟ مهلاً، أعرف ما علي فعله. أحتفظ دائماً ببعض الثوم. فلا تدري متى قد تواجه مصاص دماء. ما هذه الرائحة؟ سأنزع فصاً واحداً. هذا ما أحتاج إليه. سأفرك أصابعي بالثوم. يجب أن يغطيها تماماً. أعتقد أن هذا كافٍ. من العار ألا تنجح هذه الطريقة. سأمسك الصفار الآن وأضعه في الوعاء. ثم أحركه باستخدام أداة الخفق. القليل أيضاً. يبدو هذا جيداً. سأسكبه الآن في المقلاة. أريد أن أوزعه. هكذا تماماً. سأرش عليه بعض التوابل. القليل من الملح والفلفل. سيصنع هذا فرقاً كبيراً. سأنتظر الآن حتى ينضج. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. ياك، مهلاً، لا، لا، البيضة، إنها تحترق. لم أكن منتبهاً. لا، أمل أنك تحب البيضة مع الكربون. لكن أنا أراقبك أيتها البيضة. هيا، لقد انتهى الوقت. أنا مستعدة. أنا محبط. أعتقد أنه سينال إعجابك. هل يمكنني الحصول على فرصة ثانية؟ لا يمكنني الانتظار. واو، انظروا إلى طبق الجدة. إنه يمنحني الشعور بالسعادة. سأتذوق. إنه مطبوخ جيداً وغني بالتوابل. طبق لذيذ جداً. حان دور جارد. أعتقد أنها بيضة لكن رائحتها فظيعة. لن أتناولها. الجدة هي الفائزة في هذه الجولة. كان ذلك واضحاً. رائع، برنامج المفضل. ما هذا؟ يا إلهي، بالطبع لا. تدمر هذه البرامج خلايا المخ. ماذا عن؟ لنرى. هذا لطيف. ماذا؟ هل تشاهدان التلفاز؟ أتسميان هذه تسلية؟ سأتولى هذا الأمر. أجل مثير، أليس كذلك؟ هذا ما يشاهد الأطفال هذه الأيام. لا، إنه رائع. لقد سئمت من هذه التفاهات. الحل النهائي الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية. كلا، لا أعتقد ذلك. حقا؟ توقفا أرجوكما. لا يمكنني التحمل أكثر. يكفي، حان الوقت لتحدي بسيط. هذا أفضل. أوه، لا أصدق أننا علقنا هنا. هذا ما نسميه بالتسلية الحقيقية. رائع، هل تعتقدان أن بإمكانكما تحضير شيء كهذا؟ هذا ليس سيئاً. أوه، أنا الأصغر لذا سأبدأ أولاً. شكراً جدتي. كوز ذرة مثالي. استمتع به يا عزيزي. أراهن أنه لذيذ وطري أيضاً. سأتخلص من هذه القشرة الغبية. أنت تعرف ما تفعله حقاً. أجل، هل أجرؤ على ذلك؟ تقطيع الذرة. لنرى ذلك ثانية. ممتاز، أفضل كوز ذرة على الإطلاق. نحتاج إلى بعض الحرارة. أصبحت هذه الذرة ناضجة جيداً. أجل، ممتازة. رائع، بقيت الآن خطوة أخيرة لكنها مهمة. حامل الذرة. تدا، والقليل من الصلصة. لن أضع الكثير. بضع قطرات لذيذة. انظري إلى هذا المنظر الشهي. لنتوقف هنا الآن.
لنتوقف هنا الآن. ما زال علي تحضير طبقي. لست متأكدة مما علي فعله بهذا، ولا أعتقد أنه صالح للأكل إلا إذا استخدمت عقلي لإيجاد حل. ستشكل هذه التسننات حبات الذرة. يعتمد الأمر كله على استخدام التصميم الصحيح. وضعنا الخطوط الأفقية الآن، سنضيف بعدها الخطوط العمودية، وخط آخر سأضمها الآن بهذا الشكل، ثم أزيل العيدان تماماً. تدا! سأبسط الصلصال بالشوك الآن، ثم أضعه هنا وأضيف إليه الذرة الصفراء. سأضع الصلصال الآخر هنا بحذر وأخفضه للأسفل بأصابعي. هكذا! أليس جميلاً؟ أنجزنا عملاً رائعاً، أليس كذلك؟ أنا أحب الذرة وأشتهي تناول شيء لذيذ. الذرة شهية، تصلح كوجبة خفيفة لمائدة العشاء، لكن تبدو هذه شهية أيضاً. هل يفترض حدوث هذا؟ مقزز؟ لا، لا يناسبني. لقد فزت يا جارد. كنت أعلم، ربما تفوزين في المرة القادمة يا جدتي. مرحبا أمي. ها؟ أين هي؟ أنا جائعة وأريد تناول الطعام. حسنا، يبدو أنني سأفعل ذلك بنفسي. سأداهم الثلاجة لنرى ماذا لدينا هنا. إنها فارغة. هذا مخيب للآمال. تحدي طبخ؟ سأنضم إلي. سأطبخ الكثير من الطعام. أنا أحضر المخبوزات منذ أن كنت رضيعة. هات ما عندك. كان ذلك ممتعاً. هل أنتما مستعدتان للتحدي؟ لدينا أولاً هذه الحلوى الشهية. انطلقا. هذا سهل جداً. أنا أشتريها من المتجر عادةً. أعتقد أنني أضع في حقيبتي بعض المواد اللازمة. مربى، سيفي هذا بالغرض. ستحتاج إلى صينية فطيرة وإلى عجينتي الخاصة. أنا أحتفظ بهذه تحسباً لأي طارئ. أنت لا تعلم متى قد تحتاج إليها. سأبدأ بالعجينة، سأفردها في الصينية. سأستعين هنا بحيلة بسيطة. والآن سأسكب المربى في الصينية. لقد بدأ لعابي يسيل. سأوزع المربى في الصينية بالتساوي. هذا جيد. والآن سأضع فوقها شرائط العجينة. سأبدأ بالشرائط الأفقية، ثم أضع فوقها الشرائط الرأسية. منحنا هذا تصميماً شبكياً. إنها جاهزة لتوضع في الفرن. سأعود حالاً. يجب أن تبقى في الفرن حتى تصبح بلون بني ذهبي جميل. سأراقبها. لقد أنهت المهمة بسهولة. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، لقد وجدتها. لدي هذه الكعكة وهذه العلبة من كريمة الخف. ليس بالضرورة أن تكون كل الفطائر فاخرة. لكي أن تكون شهية المذاق، أليس كذلك؟ سأرش الكريمة فوقها. يجب أن أغطي الكعكة تماماً، ثم أزينها بزينة الحلوى. سيمنحها هذا لوناً جميلاً. لقد بدت أجمل بالفعل. هل أخدع نفسي؟ إنها بسيطة جداً، لكنها لن تبقى هكذا. أنا بحاجة إلى المساعدة. أوهوهوهو، يعجبني هذا النادي. من يتصل بي؟ هل تسمعني؟ مرحباً. لا جدوى من هذا. ما الذي يحدث؟ بوم بيش بوم. من الأفضل أن يكون الأمر يستحق استدعائي. حاضراً، أنا بحاجة إلى مساعدتك. يجب أن أجعلها أكثر جاذبية. ما هذا؟ لكن أنت محظوظة، أنا على وشك إثارة دهشتك. انظري إلى هذا. ماذا يحدث؟ هذا مذهل. إنها رائعة. شكرا جزيلا. فطيرتي جاهزة ورائحتها طيبة جدا. ماذا؟ هل هذا يونيكورن؟ هل نسيت شرب دوائي مجدداً؟ مرحباً أيتها السيدة، من الوقاحة التحليق بالآخرين. إنه حقيقي. لا، انظر ماذا فعلت. الفطيرة، إنها كارثة. هل حان الوقت؟ يجب أن أذهب. لقد فسدت، كانت غلطة اليونيكورن. ربما لا يزال بإمكاني إنقاذها. لقد بذلت جهداً في تحضيرها. لا يمكنني تقديم هذه إلى الذي. هذا مؤسف جداً، أشعر بالاستياء. مهلاً، تفضلي. ماذا تفعلين؟ هذا لطف منك. شكراً يا عزيزتي، إنها كعكة مدهشة. أحب النهاية السعيدة. كلتاكما فائزتان في نظري.
حقا؟ واو، لقد نجحنا يا عزيزتي. مرحبا، لا ماذا تنظرين؟ أحضر بعض الطعام لك يا باتي. ما هذا؟ حتما لدي هنا شيء لتينا. هذا محرج، ما رأيك بهذا؟ أو هكذا إذن؟ يبعث هذا على التوتر، يكفي، توقفا. هناك حل واحد لهذا. هي، تعال إلي، أنت تعرفين ما الذي عليك فعله. أنا وقت التحدي، لنبدأ. انظرا إلى هذا، إنه التحدي الأول لكما. الفشار، حسناً، سيكون هذا سهلاً. هذا الخفاش طازج، قطفت هذه الأوراق في الصباح، وسأضيف القليل من الشوكولاتة. انظروا إليها، وأخيراً سأضيف حبات الذرة، لا ننساها طبعاً. والآن سأقرأ التعويذة. هيا أيتها المكونات، تحولي إلى فشار. عادت إلي روحي، إنه جميل جداً. أبرا كدابرا، يبدو شهياً. أو توقفي، يجب أن ألتقط حبات الفشار. الوعاء الكرتوني جاهز. هذا ممتع، لقد نجحت بالفعل. أعتقد أن هذا كافٍ، يبدو شهياً. أحسنتي، نحن ننتظر. يمكنك فعلها يا جدتي. هي، يمكنني مساعدتك. مساعدتي؟ كيف؟ أو أيتها اليد، أنا بحاجة إلى المساعدة. خذي هذه الحلوى إلى جدتي، أنا أعتمد عليك، لا تخذليني. يد بلا جسد، يا لها من يد لطيفة. مذاق الخفاش، مهلا، لقد خدعتني، سأحولك إلى حساء مفاصل. تعاني من مشكلة في التحكم في غضبها. حسناً، خطرت لي فكرة، سأضيف القليل من الزيت إلى المقلاة، ثم أرش حبوب الذرة، أضيف إليها الحلوى، والآن حان وقت تحضيرها. بدأت الحبيبات تنفجر، يا للروعة، أصبحت الحلوى ملونة. أظن أن هذا كافٍ. إنها ملونة، انتهيت، لم أرى من قبل فشاراً جميلاً كهذا. مقزز، فشاري شهي أكثر. لقد برعت جدتي في ذلك، أرجوك دعيها تفوز. حسناً، لقد فزتي يا جدتي. واو، شكراً لك، ذوقك فظيع. مقرمشة. ما التالي؟ التالي سكاكر شهية. سيكون هذا ممتعاً. الحلوة المفضلة لدي شرائح الفواكه. ماذا؟ إنها من أشهى الحلويات، والحمراء منها هي المفضلة لدي. ماذا؟ ألا تبدو رائعة؟ أعتقد أنه شيء ممتع. هيا. لا يمكنني فتحها، أعتقد أنني لن أتذوقها أبداً. أعطيني إياها يا جدتي. لم أفهم طريقة فتحها. سأساعدك. حسناً، انظروا إلى هذه الألوان، أعتقد أن هذا كل شيء. وماذا الآن؟ هل علي فقط؟ لأرى هنا، لماذا هذه الأرقام صغيرة جداً؟ والشبكة سيئة أيضاً. هل عادت الشبكة؟ جيد. مرحباً. مرحباً، أنا بحاجة إلى المساعدة. لفائف الفواكه، أجل سيدتي. أتناولها فحسب. رائع، شكراً على المساعدة. لا بأس، حان الوقت لجعل الأشياء أكثر إثارة. إنها صحية جداً الآن. إنها كلفائف الخضار. يا إلهي، يمكنني تناول الكثير من هذا. لا، بدأت أفقد عقلي. بقيت واحدة. ياي. ياها،
لماذا لم أفكر بهذا من قبل؟ مغلف داخل مغلف، لذيذ. تبدو كقطعة حلوى صغيرة. أوه، رائحة هذه ليست جيدة. آيس كريم، نحب جميعا الآيس كريم، أليس كذلك؟ سأضع ملعقة من الآيس كريم. أوه، أجل، هذا ما أريده بالضبط. ثم أطويها بهذا الشكل وأجمع الحواف الخارجية معا. أوه، ما رأيكم؟ تشبه حبات الرافيولي أو شيئا كهذا. أوه، أعتقد أني انتهيت. أوه، جدتي؟ أوه لا، تناولتها كلها. تبدو شهية، لكن لدي طبق واحد. ماذا حدث؟ أوه عزيزتي، أوه أعتقد أني سأسامحك. على الأقل لدي حلوى شهية لأتناولها، تبدو لذيذة. مذهل، لقد فزت بهذه الجولة يا جارد. هو كنت أعلم أنني سأنجح. حسناً، إنها جاهزة. أريد أن تحضر البيتزا. لست واثقة من هذا. قد تكون مهمة صعبة. سأحتاج إلى بعض المكونات. لدي هنا كل ما أحتاج إليه. لنرى. بالطبع سأحتاج إلى عجينة، لكن يجب أن أفردها. لحسن الحظ لدي هذا الشوبك. إنها بحجم مناسب. هذا عمل شاق. بالكاد أستطيع فتح عيني. أوه، ما الخطوة التالية؟ إضافة الصلصة. تحتاج كل أنواع البيتزا إلى صلصة طماطم. سأستخدم هنا الكاتشب. لينتهي من تحضيرها بسرعة، سأرشه على العجين. ما كان علي الذهاب للحفل الليلة الماضية. أشعر بنعاس شديد. هيا، يجب أن أنهي هذا. يمكنني النوم لاحقاً للحفاظ على جمالي. والآن سأضيف الطبقة العلوية. أين الجبن؟ أها، سأرش هذه هنا. ربما يمكنني أخذ قيلولة لاحقاً. أنت موفقة في اختيار الطبقة العلوية. أنت على علم بما تفعلينه، أليس كذلك؟ يجب أن أركز. سأمنح عيني قسطاً من الراحة. هاي، انهضي. انهضي، انهضي، افتحي عينيك. يمكنها النوم في أي مكان. حسناً، سأدع الجميلة النائمة وشأنها. يجب أن أحضر البيتزا. سيكون هذا صعباً. أو يمكنني استخدام هذا. لم يعرف أحد أنها بيتزا جاهزة. سأضيف إليها بعض المكونات في الأعلى ثم أضعها في الفرن. يا لها من فكرة رائعة. لابد أنني غفلت قليلاً. أوه، التحدي. لماذا كل شيء ضبابي؟ أين نظارتي؟ أمل أنني لم أفقدها مجدداً. حتماً سأجدها في مكان ما هنا. البيتزا خاصتي وتبدو شهية. حتماً ستنال إعجاب لازي. هل أنت بخير؟ أنا لا أرى شيئاً. ماذا تفعلين؟ دعيني أساعدك. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ هذا أفضل بكثير. البيتزا خاصتي. لقد حاولت تحضيرك. لقد انتهيت من تحضير البيتزا يا لذي. لم أضعها في الفرن بعد. يا إلهي، ماذا؟ حان وقت إصدار الحكم. لست متأكدة إن كانت هذه بيتزا يا جدتي. سأدعك تتناولينها. عذرا يا عزيزتي، لقد نمت. وماذا عنك يا أمي؟ هكذا تكون البيتزا. أنت فائزة. أجل، كنت أعلم. حسناً حسناً، سنحضر الفشار هذه المرة. حظاً طيباً. فشار، ها؟ أوه، يبدو أن طبقي جاهز. حبات نيئة من الذرة، لكنها حبات جميلة. حسناً، إنها الوجبة الخفيفة المفضلة لدي. مهلاً. يبدو شهياً. أعتقد أن بإمكاني جعله شهياً أكثر. أجل، سأنتقل إلى عالم النكهات. لهذا صنع الملح، لن أضع الكثير. ممتاز. حسناً، القليل بعد. جارد، هذا ملح. رائع. لا. حسناً، لتمطر السماء الآن. وجدتها. حسناً، إنها تحفتي الفنية في الطهي.
لا أحد يتوك الجدة. وسأستعين هذه المرة بنكهة حلوة. أحتاج فقط إلى القليل من التحضير. سأشغل الحرارة وأضيف القليل من المكون السري. جيد، والآن حان وقت الجزء الأهم. استمتعوا يا أولاد. كدت أنسى، نحن بحاجة إلى القليل من الماء. ممتاز، والآن سيحدث السحر. انظروا إليها وهي تغلي. يا له من صوت جميل، وكأنها في حفلة رقص. وقد ذابت الشوكولاتة تماما. سأتحقق منها. لذيذة فعلا. أنا بارع حقا. انظروا إلى هذا. أويا. سنرى الطبق الذي سيعجبها. شاهدي فقط. هذا مثير حقا. ما هذا الشيء؟ حسنا أنا. إنه ملح نقي. حسنا، يبدو هذا مبشرا. هذه النقطة من نصيب الجدة. يا إلهي، لقد فزت. يبدو هذا جيدا. ما رأيك بهذا؟ أنت مزعجة جدا. هذا هو التحدي التالي عن الخبز. يمكنني فعل ذلك. كيف يعمل هذا الشيء؟ ماذا تفعل؟ إنه يران. مرحبا، بمن تتصل؟ ممتاز، هل لي أن أساعدك؟ يجب أن أنتظر. كان هذا سريعا. تفضل، يمكنك الاحتفاظ بالباقي. يا لك من شاب لطيف. لنرى ماذا لدي. هذا غش، يمكنني فعل ذلك أيضا. مرحبا، هل تسمعني؟ أريد أن أطلب شيئا. واو، خدمة سريعة. شكرا لك. شكرا يا صاح. ما زلت هنا؟ ضعها هنا. جيد، لنلتقي لاحقا. أنت لا تستسلم. حسنا، خذ هذا، إنها كافية. أنت تسرقني، يجب أن تضع قناعا. كان يوم عمل جيد، لنرى ماذا لدي. فحم. هكذا أيضا. هيا يا أيتها العجوز. هاي، ما رأيك برؤية شيء رائع؟ إنه ينجح دائما. لكن هذه سرقة. لقد عاد. مرحبا يا ولدي. مهلا، لنتحدث قليلا. لم ينتهي الأمر بعد. أنت على قائمة الانتقام. بعديني عنها. من الأفضل البدء بوصفتي الخاصة. سأضع المارشميلو بين شريحتي خبز. والآن سأستخدم كوبا لصنع دائرة من الخبز. هكذا تماما. سأغمس دائرة الخبز في الزيت الساخن. يجب أن تصبح بلون ذهبي مائل إلى البني. إنها مقرمشة وطرية. سعيدة جدا بهذه النتيجة. هذا ممل. ماذا سأفعل الآن؟ ربما يمكنني استخدام هذه البقايا. خطرت لي فكرة. سألف الخبز بشكل حلزوني. يجب أن أبقيها مشدودة، ثم أضع سيخاً خشبياً لتثبيتها. والآن سأغمسها في الزبدة. يجب أن أغطيها كلياً، ثم أضع عليها السكر. هكذا، حصلت على حلوى شهية. إنها حلوة مثلي تقريباً. ما رأيك يا باتي؟ لا أكترث للأمر. حسناً، أعتقد أن جدتي الفائزة. أنت لطيفة جداً. سيئة الحظ. أحسنتي، أو لا يهم. هذه المرة سنحضر طعاماً صحياً. سنستخدم التفاحة هنا. جيد، السيدات أولاً. رائع، حسناً، لنرى. جيد، تفاح. تفاح عادي، أليس كذلك؟ ماذا سأفعل بها؟ سأكشف عن طبقي. لا أرى أي تفاح هنا. هذا طري، غريب. ماذا الآن؟ مهلا، خطرت لي فكرة. هل يمكننا التبديل؟ لا بأس. أجل، تفاح وتفاح. سيكون هذا ممتعا.
وجدتها. أولاً سأدحرج العجين. عجل ها. والآن سأقطعه هكذا. والمزيد من القطع. ستصبح الأمور أكثر إثارة الآن. نحتاج إلى كرة عجين مثالية الشكل. ها ترون؟ هذا هو شكلها النهائي. لكن سنضيف إليها ثقباً صغيراً. وما التالي؟ القليل من اللون الجميل. مذاقها كالتفاح. أصبحت كالتفاح الآن. أليست جميلة؟ سأعود حالاً. أحتاج إلى القليل من الحرارة فقط. انظروا إليها وهي تنضج. تبدو جاهزة. تبدو هذه حقيقية أكثر من تفاحتك. انظر إليها. لكن كن حذراً، فهي ساخنة جداً. يعتمد الأمر كله على طريقة التقديم. هكذا. إنها رائعة. يبدو أن الوقت قد نفذ. هفس، لنرى ما سيعجبها. ياي. تناول أحدهم قضمة منها بالفعل؟ مقزز؟ لا شكراً. وهذه على الجانب الآخر؟ إنها من العجين. رائع. لقد فزت أيتها الجدة. لا تبكي الآن. حسناً، إنها جاهزة. أريد أن تحضر البيتزا. لست واثقة من هذا. قد تكون مهمة صعبة. سأحتاج إلى بعض المكونات. لدي هنا كل ما أحتاج إليه. لنرى. بالطبع سأحتاج إلى عجينة، لكن يجب أن أفردها. لحسن الحظ لدي هذا الشوبك. إنها بحجم مناسب. هذا عمل شاق. بالكاد أستطيع فتح عيني. ما الخطوة التالية؟ إضافة الصلصة. تحتاج كل أنواع البيتزا إلى صلصة طماطم. سأستخدم هنا الكاتشب. ينتهي من تحضيرها بسرعة. سأرشه على العجين. ما كان علي الذهاب للحفل الليلة الماضية. أشعر بنعاس شديد. هيا، يجب أن أنهي هذا. يمكنني النوم لاحقاً للحفاظ على جمالي. والآن سأضيف الطبقة العلوية. أين الجبن؟ سأرش هذه هنا. ربما يمكنني أخذ قيلولة لاحقاً. أنت موفقة في اختيار الطبقة العلوية. أنت على علم بما تفعلين، أليس كذلك؟ يجب أن أركز. سأمنح عيني قسطاً من الراحة. هاي، انهضي. انهضي، انهضي. افتحي عينيك. يمكنها النوم في أي مكان. حسناً، سأدع الجميلة النائمة وشأنها. يجب أن أحضر البيتزا. سيكون هذا صعباً. أو يمكنني استخدام هذا. لم يعرف أحد أنها بيتزا جاهزة. سأضيف إليها بعض المكونات في الأعلى ثم أضعها في الفرن. يا لها من فكرة رائعة. لابد أنني غفلت قليلاً. التحدي. لماذا كل شيء ضبابي؟ أين نظارتي؟ أمل أنني لم أفقدها مجدداً. حتماً سأجدها في مكان ما هنا. البيتزا خاصتي وتبدو شهية. حتماً ستنال إعجاب لازي. هل أنت بخير؟ أنا لا أرى شيئاً. ماذا تفعلين؟ دعيني أساعدك. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ هذا أفضل بكثير. البيتزا خاصتي. لقد حاولت تحضيرك. لقد انتهيت من تحضير البيتزا يا لذي. لم أضعها في الفرن بعد. يا إلهي، ماذا؟ حان وقت إصدار الحكم. لست متأكدة إن كانت هذه البيتزا يا جدتي. سأدعك تتناولينها. عذراً يا عزيزتي، لقد نمت. وماذا عنك يا أمي؟ هكذا تكون البيتزا. أنت فائزة. أجل، كنت أعلم. ماذا سيكون التحدي التالي يا ترى؟ لا يمكنني التفكير بأي شيء. تفاحة. افعلا شيئا بها. هذا جيد. من الأفضل أن أستعد. شكلي لطيف. أحب أعمل البستانة. أنا بارعة في زراعة. إنها تبعث على الاسترخاء. سأزرع هذه البذرة الصغيرة. هيا بنا. سأضعها في التراب مباشرة. أمل أنك تشعرين بالعطش. لدي بعض الماء من أجلك. اشربي.
أعتقد أن هذا كافٍ. سأجعلها تكبر الآن. استغرق هذا وقتاً طويلاً. لم يحدث شيء. كلا، لا شيء. أنا مستيقظة. هذا مأساوي. هيا، هذا ما تريدينه. مذهل، ها؟ أنت زرعتها؟ واو، أستخدمها لإغواء أميرات القصص الخيالية. أعطيني هذه التفاحات الآن. هذا مضحك. هذا ما أحتاجه بالضبط. بقي شيء آخر. سأضع التفاحة على الحامل ثم أدع الآلة تؤدي عملها. ستقشر التفاحة لي. سأجلس فقط وأسترخي. وانتهت، لكني لم أنتهي. سأزيل اللب. سأستخدم ملعقة لإزالته. لا يزال هناك القليل. ثم سأضع الحلوى داخل الفجوة. يمكنني وضع هذه جانباً الآن. لدي قطعة من الجبن. سأقطعها إلى شرائط. والآن سأضعها حول التفاحة. سأضع طبقات منها بهذا الشكل. ثم أضعها في الفرن. يجب أن تصبح بلون ذهبي. تبدو لذيذة. بدأ اللعاب يسيل. تغلبي علي الآن. من أين تعلمت هذا؟ يجب أن أفكر. لا أعرف ماذا سأفعل. على من أضحك؟ أنا بحاجة إلى شيء مذهل. مهلا، لقد أصبت بشيء ما. ربما ارتجاج في المخ. لكن هناك شيء آخر. دونات، أعتقد أني عرفت ماذا سأفعل. سأبدأ بتقطيع التفاحة إلى أجزاء ثم أزيل اللب. حصلت على حلقة جميلة من التفاح. سأدخل بها السيخ الخشبي ثم أغمسها في خليط الكعك وأغطيها بالكامل. والآن حان وقت قليها. انظروا إلى هذه الفقاعات. يجب أن تقلى جيداً وإلا ستكون رطبة. ثم أغمسها بالشوكولاتة المذابة. تبدو شهية. نحن جميعاً نحب الشوكولاتة. وأخيراً سأزينها بزينة الحلوى. وهكذا حصلت على دونات صحية وشهية أيضاً. رائحتها مذهلة. أشعر بالغثيان. أحسنت يا جدتي، لقد فزت. هل سمعت ذلك؟ لقد فزت. حضر جيرد وجدته الكثير من الطعام، لكن من استطاع تحضير الطعام الألذ؟ أخبرنا برأيك في التعليقات، وتذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو.